بآخر فترة من حياتك بعدنا عن بعض كتير أنا وياك، بس هالشي كان غصب عني. بتعرف شو مكانتك عندي، أنت مو بس والدي، أنت وأنا كنا واحد. هاي كنتك صارت عندي. بعرف إنه رغبتك كانت غير هيك، بس أنا هي هي البنت اللي حبيت إنها تشاركني حياتي. والله غيابك وجعني. يعني لو كنت عايش كنت أكيد فرحت بفرحي بهاليوم. أبي وجودك كان إلي مهم وضروري بهاليوم هاد، بعرف. ومن شان هيك جيت شوفك. حبيبتي يلا امشي. ماجد، أنا في شي ضروري لازم أحكي معك هلأ. إيه حبيبتي، عم اسمع قولي. ماجد، تأخرنا كتير، الكل ناطريننا لو سمحت. حبيبتي احكي، عم اسمعك. ماجد، ماجد، ما عنا وقت ولو شوي، لازم نمشي إذا سمحت. أنا بدي أكون معك لآخر لحظة حبيبي. قولي لآخر العمر. لآخر عمري أكيد. كمان رح أكون معك لآخر العمر. يلا خلينا نروح. ماجد، ضرورية كانت هالقصة؟ مو مشكلة حبيبتي، خليهم يعملوا اللي بدهم اياه اليوم بس. مبروك مرة تانية. مو عاملة طوابق بشعراتك مثل العادة. يا إنه أنت عم تحكي وعم تتفزلك كتير، يا أما إنه أنا عم بتوهم. بالله؟ وبرأيك فزلك اللي عم قوله؟ والله هذا اللي شفته أنا، بيّنت هيك القصة. خالته نوران عم تتصل. قالوا نعم خالته معك أنا. إيه طيب، ما تكرمي طيب، ماشي. إيه نارمان. طبعاً بلاكي. ماجد، بدنا نطلع على قوت العرسان نحن فوراً، لأنه عمتك هيك بدها، يعني لو حدا شافكن رح يسيبكن بالعين هلأ. خليهم يطلعوا إذا بدهم، لأني أنا بنفسي رح أستقبل كل الضيوف. حبيبتي ما تعذبي حالك، أنت يعني كيف رح تعرفي مين رح نستقبل من المعازيم؟ يا الله هالبنت رح تجنني. لك وين ما كان بتحشر أنفها، جاية عبالي بقفى إيدي أضربها على وشها. فخرية لك رؤي، شو صار لك؟ خلص اسكتي هلأ. طيب بوعدك ما عيدها أبداً. أف، وين هي قط العرسان؟ أنا بعرف وينها، اهدوا شوي، يلا خلينا نطلع. طيب ماجد؟ أنت أكتر حدا عارف كيف يتعامل مع عمو فايز. مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا. أهلين فيكي. أهلا وسهلا. عقبالك حبيبتي، من بعد إذنكم عاديك الجهة. شكراً لك. الله لا يحرمني من هالوش الحلو. صفية خانو منورتينا. منورة بوجودك. ما اجا زوج حضرتك؟ اي والله سافر له يومين. كان لازم احذر طبعا، ما كان كون على الطاولة اللي بالصدر. تمام، شكرا كتير إلك. نور، فهميني، اختك ما حكت لك شي ما هيك؟ شو رح تحكي؟ بخصوص حالتها هي. لا لهلأ ما حكت ولا كلمة، وأنا التانية متفاجأة كتير بوضعها والله. يا فايز. لك هي شو مفكرة حالها عم بتساوي هون؟ نوران،
هي عم تحاول تساعد بالعرس ومو حلوة منك هيك تقولي. مطيقة، هي عدوتنا. كبري لي عقلك، خلي هالعرس يمضي على خير بقى. نورتنا موسى بيك. بوجودك نيفين خانم، شو كل هالشياكة؟ شكرا لك، ذوق حضرتك هاد. طالعة كتير متألقة وحلوة، ومبينة إنك أخت العروس. إيه عن جد شكرا. إيه طبعا لما يكون العريس صديق طفولتك والعروس بنت عمتك، هيك بدك تكوني. ممتاز. يلا منحكي بعدين. أنت هنيك. شكرا لك، بعرف لاقيها لحالي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نادر بك. أهلين وسهلين بحضرتك. شلون حضرتك؟ والله منيح، وأنت؟ شكرا وأنا منيحة. نادر، كل مرة بتتقصد إنه تحطني بمواقف محرجة. رودي شوي قريش، الناس عم تطلع فينا. ما قلت لك ما تجي من قبل؟ إذا ما جيت ماجد رح يزعل كتير. بصفتك أبوه؟ طيب قريش، بلا ما نتناقش هون، فهمتي؟ متوترة كتير يا الله. ناريمان، لو ما كنتي متوترة كنت رح استغرب أصلاً. اهدي شوي، هذا شي طبيعي، تعي اقعدي هون. خليني واقفة، أصلاً أنا من التوتر حاسة منظري مو منيح، حتى ما عم بقدر أطلع بالمراية من خوفي. ناريمان لو سمحتي ممكن تعدي شوي؟ هالشي عادي ما هيك ماجي؟ إيه طبعاً، بعدين يعني نحن بعد شي ساعة رح نتزوج. ماجد والله حاسة الوقت صاير تقيل وما عم يمرق. حبيبتي خلص ارتاحي شوي، ما تنسي إنه أنا وياكي رح نتزوج. الصالة امتلت تحت، لازم تنزلوا هلا. ونحن جاهزين. لساتكم متوترين؟ ايه ما كتير. ما ضل وقت كتير لتكتبوا الكتاب، كلها ساعة. ان شاء الله هالحفلة تكون غير شكل. كلها ساعة. مي ماجد، انت كيف تحملت هي وانت صغير؟ مو معقول هالمخلوقة قديش سئيلة. فخرية، يا ريتك تشوفي لي ناريمان شوي. لك إن شاء الله بتقبرني ملكة الجمال، أنا ما عم بشبع منك. لك ما عم بشبع من التطليع فيكن أنتو الاثنين. دقي على الخشب.